الاوروبيه هذه المنافسات اللي غادي تشهد غدا مباراه قويه بين فريقي العاصمه الاسبانيه مدريد لاتلتيكو والريال من اجل الظفر باغلى لقب في القاره الاوروبيه بالنسبه لمنافسات الانديه الا وهو اقوى عصبه الابطال. الكره الان بفائده منتخب الموزمبيق اللاعب مانويل سيتيماني عودة عند الحارس كريم فقروش. مهدي بن عطية كيبعث الكرة بالرجل اليسرى اللاعب بن عطية تحول الكرة بالرأس عند اللاعب العربي لاعب غرناطة انطلاقة من الجهة اليمنى ممتازة الكرة لفائدة المنتخب الوطني ولكن خروج حارس المرمى وارتطام احد المدافعين مع زميله صدن غوامبي. كانت تمريره ذكيه من اللاعب ايوب الخليقي بين مجموعه من المدافعين ديال منتخب الموزمبيق. الشيء اللي حدث هذا الارتباك بين المدافعين وحارس المرمى وتماس لفائده المنتخب الوطني. صدام كوامبي قلب الدفاع المنتخب الموزمبيق الى جانب لاعب داريو كان. اول توقف للمباراه في هذه الجوله الثانيه بعد الاصابه ديال لاعب الموزمبيق. الموزمبيق اللي كما قلت كيغيب هذا اللاعب كارسيلا المهدي اللي نجح رفقته فريق ستاندارد ليج في انتزاع ورقه تاهل لمنافسات عصبه الابطال الاوروبيه. كارسيلا اللي لعب كما قلت الى جانب معتمد بوصفاء بالدوري الروسي فسجل هذا الموسم ثلاثه ديال الاهداف. بوصفاء عوده للوراء لعب داكوستا مهدي بن عطيه عصام عدوى كره في وسط الميدان عصام يوزع للجهه اليسرى وكره خرجت غادرت الملعب تماس استفادت المنتخب الموزمبيقي. ايوب الخليقي اللي كيواصل بنفس الريتم اللي كان خاض ليه الجوله الاولى. صحيح ان المنتخب الموزمبيق يغلب عليه لاعبين اساسيين مؤثرين ولكن هذا ما كملاش من انه فريق كيبقى مشاكس ان كان فريق يسوق المغمور لانه ما بقاش منتخبات مغموره على مستوى القاره الافريقيه ولكن فريق من الدرجه الثانيه. فقروش عمر قادوري مسجل الهدف الاول يحاول اللاعبين ديال المنتخب الوطني يسترجوا اللاعبين ديال موزمبيق للبحث عن الكره لايجاد الطريق نحو المرمى للمره الثالثه. مهدي كارسيلا وتماس لفائده المنتخب الوطني او هذا اللاعب اشرف فزعر وتنبيه من السيد بادو الزكي لإرسال الكرة صوب المعترك. كرة مع المنتخب الوطني وضربة خطأ. ستدخل اللاعب محمد حاجي. رقم اثنين كرة في وسط الميدان في هذا المنتخب الوطني التمريرة كادت تمر هذه الكرة اتجاه اللاعب العربي اللي كان كيبحث عليها في ظهر المدافعين
الموزمبيقيين الان الكره في الجهه اليسرى وضربه خطا لفائده منتخب موزمبيق، ضربه خطا تدخل مهدي بن عطيه. اللاعبين الذين اثاروا الانتباه في هذا الموسم في البطوله الايطاليه، كانه كما قلت مجموعه من الانديه المرموقه على صعيد القاره الاوروبيه، تبحث عن الفوز بخدمات اللاعب كارسيلا. هنا ضربه خطا، كره ثابته، مانويل سيتيماني هو اللي غادي يتولى تنفيذ هذه الكره. مدافعين تولقى مدير منتخب زيمبابوي في المعترك. نفذت كرة قوية نصف هوائية في متناول المدافعين، لاعب أيوب الخالقي ورجع هذا الكرة. الآن ضغط على حامل الكرة في الدفاع ديال المنتخب ديال موزمبيق في إبعاد الكرة، ولكن كتنتهي عند المدافعين ديال المنتخب الوطني. داكوستا كرة للجهة اليسرى لكن بعيدة، تماس لفائدة منتخب الموزمبيق. هذا هو اللاعب داكوستا، ثلاثة ديال الجنسيات مغربية برتغالية وفرنسية، من أب برتغالي وأم مغربية. هنا تماس لفائدة منتخب الموزمبيق. السيد بدر الزكي إلى جانب الطاقم التقني ديالو، كيتألف من سعيد الشيبة كمساعد، مصطفى حجي كمساعد، هو أيضا جوج ديال المساعدين، مدرب حراس المرمى خالد فهامي. تم الاحتفاظ ايضا من الطاقم بطبيب المنتخب الوطني الدكتور عبد الرزاق هيفتي، والتحق ايضا بالطاقم ديال المنتخب الوطني الاداري السيد مكحل اللي كان سبق له اشتغل مع المنتخب الوطني لفتره سابقه لما كان السيد بدو الزكي يشرف على الاداره التقنيه ديال المنتخب الوطني. ادريس مكحل هنا إصابة إلى أحد لاعبين المنتخب الموزمبيق. نشوف أيضا عبد الرزاق العمراني كتولى مهام الإعداد البدني. وأيضا سبق له الشغل مع بلاد الزكي ضمن مجموعة من الأنديات، الكوكب المراكشي كالوداد البيضاوي كأولمبيك آسفي. أولمبيك آسفي اللي غادي يكون يوم الأحد القادم في مباراة الموسم أمام الرجاء البيضاوي. مباريات قوية كتنتظر مجموعة من الأندية، سواء منها التي تبحث عن اللقب ونقصد بها الرجاء البيضاوي المغرب التطواني، أو التي تبحث الانعتاق من نزول القسم الثاني كالمغرب الفاسي كالاولمبيك اسفي اولمبيك خريبكا. الجمعيه السلويه كره اماميه مفادات منتخب موزمبيق، التمريره لكن لم تكن بالشكل الجيد. صحيح ان الكره لم تضع المنتخب الوطني لكن كان بإمكان أن تكون أمامية، كترجع عند لاعبي المنتخب الوطني. وتمس للمنتخب الوطني، سيكون لاعب بينيديتو برناردو أيوب الخالقي في التنفيذ. كارسيلا، كارسيلا بين ثلاثة ديال اللاعبين، لكن ضغط على حامل الكره من جانب لاعبي المنتخب الوطني في محاوله استرجاع هذه الكره. فعلا كترجع عند اللاعبين ديال المنتخب الوطني، محاوله للتوغل، ولكن هناك اكتضاد يمكن نقولوا على مستوى الدفاع ديال المنتخب الموزمبيق. كيسترجع هذه الكره، هناك لاعب في الجهه اليمنى كيطلب الكره ولكن ضربه خطا لفائده منتخب الموزمبيق. رينيلدو مانداغا
درس خطا لفائده منتخب موزمبيق. نفذت كره كانت في اتجاه المرمى تدخل الحارس كريم فقروش. كتبقى الكره دائما قريبه من المعترك ديال المنتخب الوطني. محاوله لتهيئ او تسديد صوب المرمى ديال المنتخب الوطني، بناء هجمه لفائده منتخب موزمبيق سيده ولكن بعيده. كانت هذه يمكن نقولوا ثاني محاوله عن طريق تسديد لفائده منتخب موزمبيق بعد المحاوله اللي كانت في الجوله الاولى. هذه يمكن نقولوا الثالثه بالاحرى بعد تلك التي اعترضها الحارس كريم فقروش. ما كانت محاوله ولكن الكره كانت بعيده على المرمى من جانب اللاعب ديومبو البرتو. يمكن نقولوا اول اختبار للحارس فقروش في هذه المباراه. المنتخب الوطني ذكر مره اخرى بانه سيلعب يوم 18 من هذا الشهر مباراه ودية أخرى هنا بالبرتغال أمام أنغولا. يبعث الكرة من جانب لاعب داكوستا لأيوب الخليقي والعودة ديال اللاعبين ديال منتخب الموزمبيق. أيوب الخليق مرة أخرى أصبح نوع من التفاهم كيتبنى باللاعبين ديال المنتخب الوطني. أيوب الخليق بين مهدي كارسيلا كرة للجهة اليسرى هذه المرة لعب أشرف الزعر التمريرة ولكن العربي ما تمكنش من هذه الكرة. لاعب ديوغو البرتو كيخرج بهذه الكره بشكل جيد للجهه اليسرى. لما ضائعه كيدخلوا اللاعبين ديال المنتخب الوطني. منير العبادي ماذا يقول الحكم؟ هناك تماس لفائده المنتخب الوطني، لم يعلن عن خطا كما يطالب بذلك اللاعب مهدي كارسيلا. هذا لاعب شاب من ابرز اللاعبين لحد الان في صفوف منتخب الموزمبيق. ديوغو ايوب الخليقي كيدخل وضربت خطا لفائده الخليقي. نجح في انتزاع الكره من جوج ديال اللاعبين ديال منتخب موزمبيق. كره مع المنتخب الوطني. هو كيستعد لنهائيات كأس افريقيا للأمم في نسختها 30 غادي تقام ببلادنا عام 2015. هنا التسلل حكم باولو سواريس. هذاك نونو بيريرا عفوا، باولو سواريس هو الحكم المساعد اول. انطلق الان في هجمه سريعه لفائده المنتخب الوطني. التمريره ذكيه فرصه ولكن العربي ما تحكمش في كورته كثير و يرتكب الخطا. نجح هو في ابعاد الكره حارس المرمى ريكاردو كامبوس ولكن بنوع من الارتباك. تلعبات الكره لفائده المنتخب الوطني في الجهه اليمنى. ايوب الخليق مره اخرى و كرة تقول الحكم انها غادرت التماس او ضربة خطأ لفائدة المنتخب الوطني. مبارك بوصوفة في التنفيذ. نفذات الكرة كترجع عند اللاعبين ديال المنتخب الموزمبيق.
وعود عند الحارس كامبوس. العطية كريم قدروش بسرعة للجهة اليمنى، لعب أيوب الخليقي. العطية داكوستا قادوري عمر. ما كانش تسلل الآن، ما كانش تسلل لأنه مبارك بوصفة هو اللي كان في وضعية التسلل. كترجع عنده الكرة مبارك بوصفة، تهيئ الكرة عند اللاعب عدوى. عدوى للجهة اليسرى الأزعر كي يمر الكرة وخروج الحارس كامبوس أمام اللاعب العربي. مهدي بن عطية، كريم فقروش، كرة في وسط الميدان المنتخب الموزمبيقي. داريو ديوغو، كرة للجهة اليسرى، تمريرة أمامية ولكن اللاعب الخالقي كيرجع هذه الكرة. العدوى الخالقي مرة أخرى، لاعب سابق وآخر حالي ديال فريق الوداد البيضاوي. الوداد اللي غادي يلعب آخر مباراة ديالو برسم هذا الموسم بالدار البيضاء يوم الاثنين أمام الدفاع الحسني الجديدي. في الوقت اللي كنت غادي تكون الأنظار مركزة ابتداء من الساعة الخامسة مساء يوم الأحد القادم على مجموعة من الملاعب لعل أمها ملعب المسيرة بمدينة أسفي. كرة لفادة المنتخب الوطني، تمريرة ممتازة لفادة المنتخب الوطني وتدخل حارس كامبوس. وثانية الرمل بتطوان ملعب إذن الفوسفات ومركب الفوسفات مدينة خريبكة اللي حصد المقابلة أولمبيك خريبكة والنادي القنيطري. حسنية أكادير يوم أحد أيضا، حسنية أكادير بالملعب الجديد ستستقبل فريق الجمعية السلوية. والمغرب الفاسي أيضا في مباراة لا تقل أهمية، مباراة حاسمة يمكن نقولوا أيضا أمام فريق شباب الريف الحسيني. هنا 5 متر و5 لفئة المنتخب الوطني. أمام هناك تغيير 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 في صف المنتخب الوطني، كارسيلا المهدي يخرج وعاطف شحشوح الآن يدخل. لا أكيد أن الجمهور المغربي كان صدر يشوف هذا اللاعب عاطف شحشوح، هو هداف البطولة التركية 27 سنة. بدايته هو أيضا كانت مع فريق نانسي، هو الفريق لاعب له خارج فرنسا، هو بورغاس البلغاري قبل الانتقال للدوري التركي. وهناك كانت بداية تألقه بإحراز جهلي 10 أهداف في 15 المباراة. وصلها التألق في البطولة البرتغالية بعدما تفوق على مستوى قائمة الهدافين على لاعبين كبار عندهم تجربة وكيلعبوا لأندية تركية كبيرة. الآن كرة لفادة المنتخب الوطني، تمريرة وحارس المرمى بعجوبة كيخرج الكرة. يمكن نقول كان الهدف الثالث قريب لفائدة المنتخب الوطني، كان عمل موفق ديال اللاعب. نتابع مرة أخرى عمل موفق ديال اللاعب أيوب الخالقي. الكرة كانت في طريقها للشباك لكن كامبوس درك الموقف في آخر لحظة. كانت ترجع مرة أخرى ضربة رأسية ولكن بعيدة على المرمى. 5 متر و50 لفائدة منتخب الموزمبيق. هذه اللعب عادي وعاطف شحشوح على مستوى الجهة اليمنى
كيتعتبر هو صانع الالعاب ديال فريق سيفاسبور التركي. اول كره كيلمسها اللاعب شحشوح، مره اخرى كنتمنى ماذا عليه للمباراه الوديه. اخر مباراه وديه كان خاض المنتخب الوطني بمراكش امام الغابون، لكن لم يتم اشراكه في تلك المباراه. هذه فرصه لفائده المنتخب ديال موزمبيق. تمريره للجهه اليسرى كانت فكره جيده، ولكن هناك ايضا اللاعب ايوب الخليقي يتنبه كيرجع الكره كتنزل امام اللاعب ابسون اللي كيسدد، ولكن كرته بعيده على المرمى ديال فبروش، او هذا هو اللي شجع اللي يسدد فرناندو سيزار، هو كان صاحب هذه المحاوله. 5.50 لفائده المنتخب الوطني. فبروش عمر القادوري، فكره جيده من اللاعب عمر، ما كاينش تسلل ولكن خروج الحارس طويل قام امام اللاعب مبارك بوصوفه. مبارك اللي كيبقى هو اقدم عنصر في التشكيله ديال المنتخب الوطني. نادي بن عطيه ببراعه كيسترجع الكره، اللاعب بن عطيه عاطف شحشوح، شحشوح كيرجع للوراء، وعاود عند الحارس كريم فبروش، وضربه خطا لفائده منتخب موزمبيق. صراع دائم بين ضربة خطأ بين العربي ولاعب داريو، وهنا ضربة خطأ لفائدة العربي. لعبت كرة المنتخب الوطني. كريم فبروش الفوز مهم في المباراة، لكن الأهم أن يكون المنتخب الوطني فكرة واضحة وأرضية واضحة، يمكن تكون هي المنطلق نحو بناء منتخب على أسس صحيحة من جميع الجهات. هنا التغيير في صفوف فريق منتخب الموزمبيق. خالق زعما خالق سد مانيع امام اللاعبين ديال منتخب الموزمبيق على مستوى الجهه اليسرى. صحيح انه ما بقاش كيصعد كثير في هذه الجوله هذه، ولكن يقوم بدوره الدفاعي على احسن ما يرام على مستوى الجهه اليمنى. كرة عالية، هناك بن عطية كيتدخل، هناك كانت ضربة خطأ لكن الحكم لم يعلن عن الخطأ. هنا تماس تدخل اللاعب مونيز شيميني. أمام اللاعب بوصوفة. العربي كرة خرجت تماس لفائدة منتخب موزمبيق. نوعا ما في مجريات اللقاء خاصة على مستوى وسط الميدان.
استطاعوا انهم يحترفوا بالكره لمده طويله، لكن كتضيع الكره الان فرصه لفتره المنتخب الوطني لاضافه هدف ثالث، فرصه العربي ولكن الفوره كانت قويه، كرت الكره والهدف الثالث، الهدف الثالث لفائده المنتخب الوطني. عاطف جعشوح يسجل ويؤرخ ببراعه الدخول ديالو لاول مره في المنتخب الوطني بتسجيل هدف. كان السرعه ديال المتابعه تلاحظون الكره كانت بعيده نوعا ما عن اللاعب العربي، كرجع العربي وكان اللاعب شحشوح يعني بالحس التهديفي ديالو، كانت المتابعه بين مجموعه من المدافعين يعني اللي بقوا كينتظروا، ولكن شحشوح بسرعه وبحرفيه ومهنيه ديال المهاجمين الكبار كيسجل الهدف الثالث على مرأى ومسمع من المدافعين وحارس المرمى. إذن 3-0 وعاطف جحجوح يسجل الهدف الثالث ويؤرخ على نحو جيد لدخوله في أول ظهور ديالو مع المنتخب الوطني وبالقميص ديال المنتخب الوطني. إذن 3-0 لفائدة المنتخب الوطني. أشرف الزعر عاطف شحشوح اللي سجل الهدف الثالث ديال المنتخب الوطني، فهو مسجل هذا عبد العزيز براده يستعد للدخول. قلت مسجل 17 الهدف من اصل 34 مباراه، تفوق على مهاجمين كبار في الدوري التركي. اذا خروج لاعب بوصوفا ودخول يونس بن هندا. هذه فرصة لفائدة منتخب موزمبيق، ولكن عودة موفقة للمدافعين ديال المنتخب الوطني. وثاني موسم ديال اللاعب شحشوح بالدوري التركي. كرة لفائدة المنتخب ديال موزمبيق، كتضيع الكرة كتضيع لهم الكرة يعني يكفي أن يضغط اللاعبون ديال المنتخب الوطني ليسترجعوا الكرة من الموزمبيقيين. ضربة خطأ لفائدة المنتخب الوطني. عاطف شحشوح اللي عنده ثاني موسم في البطولة التركية بطل سيفا، قدم على لاعبين ديال غلطة سراي كتركي ايدين يلماز. هذه كانت فرصة لفائدة المنتخب الوطني. طريق لعيب العدوى تفوق على يلماز الدولي التركي، فوق الدولي الهولندي ويسلي شنايدر، على الايفواري ديدي دروغبا يعني اللي عندوش 10 ديال الاهداف مقابل 17 هدف للاعب عاطف شحشوح. عاطف مصدق بفرنسا تبدأ الكرة للمنتخب الوطني، كتصبح على المستوى الجهة اليمنى التمريرة في المعترك ديال المنتخب الوطني. هناك ترقية ولكن كتمر الكرة كتبقى خطيرة قريبة المعترك سيدة، ولكن بعيدة من اللاعب ديوغو ألبرتو اللي بدا كيبرز كأنجح عنصر في تشكيلة ديال المنتخب الموزمبيق في هذه الجولة الثانية، وهذه ثاني محاولة تنسبة لهذا اللاعب. وسيتم تغييره في هذه الاثناء. خرج اللاعب ديوبو. يدخل اللاعب كافاليو. إيساك كافاليو هو اللي يدخل الان. إدارة المنتخب الوطني تغيير قادم في صفوف المنتخب الوطني. جمال أيتمي درافون ولا غادي يدخل الآن لاعب أوكسير الفرنسي.
المكان ديال لاعب اخر في البطوله الفرنسيه، بينما في القسم الاول منير عبادي، ونعرف انه سير فرنسي واحد انديه القسم الثاني بفرنسا. لاعب وسط لاعب جمال ايتس بن يدر، بان كره مع المنتخب الوطني اللي متفوق لحد الان 3-0، متفوق اداء ونتيجه، وان كان الان شويه الاداء ديال المنتخب الموزمبيق اصبح افضل، اصبح كيضغط منتخب موزمبيق، كيبحث على تقليص النتيجه. ما كان تدخل ديال لاعب داكوستا كيبعد الكره 392، يمكن يشكل مع مرور الوقت ثنائي هائل على مستوى المحور الدفاعي ديال المنتخب الوطني. قادوري تمريره ممتازه، ما كيوصلش ليه، فرصه لفريق المنتخب الوطني لاضافه الهدف الرابع، وكتضيع الكره، كتضيع الكره للاعب يونس بالهمده. نعم يونس بالهمده هو اللي كيضيع هذه الفرصه. ويونس بالهمده 24 سنه، اول موسم له في الدوري الاوكراني رفقة دينامو كييف، توجوا بالحصول على الكاس على حساب دونيسك، لعب 21 مباراه رسميه هذا الموسم، سجل 6 ديال الاهداف، لاعب سابق لمونبوليي الفرنسي. كانت هنا عنده الكره ديال الهدف الرابع، لاعب يونس بالهمده. عاطف شحشوح هادي بن عطية، عاود عن الوراء عند كريم فقروش، زعر تمريرة في الجهة اليسرى، عمر القادوري ممتازة، كانت 1-2 ولكن كانت بعيدة عن اللاعب القادوري. كرة خرجت اعتقد غادرت، لكن الحكم لم يعلن عن ذلك. ترجع عند الدفاع ديال المنتخب الموزمبيق، انما ابعاد فقط عند لاعب المنتخب الوطني عند بن الهمده، وضربه خطا لفائده منتخب موزمبيق. كان فاز وقتهم مونبولي قبل موسمين، يدير على البطوله الفرنسيه، يدير على اللعب هذا الموسم ل باريس سان جيرمان. كرة أمامية ولكن سهلة بالنسبة للحارس كريم فقروش، جهودات كبيرة في هذا اللاعب دار على مستوى الدفاع للمنتخب موزمبيق. قطع من الكرة، كيسترجع اللاعبين ديال المنتخب الوطني، وضربة خطأ يقول الحكم. بعد تدخل عصام العدوى، لاعب ليفانتي الإسباني، ليفانتي اللي استطاع يحافظ على المكانة ديالو ضمن أندية القسم الأول عكس فريق بلد الوليد، كيلعب له زكريا بركديش، فهو قد المكانة ديالو نزل القسم الثاني. تمريرة الجهة اليمنى، فرصة لفريق المنتخب الوطني، ممتازة ولكن تدخل الدفاع، استماتة من جانب الدفاع الحلوة دون تسجيل أهداف أخرى في الشباك ديال المنتخب الموزمبيق. عمر القادوري دور مهم، لاعب عمر القادوري في البناء الهجومي، تحول الكرة للجهة اليمنى، عاطف شحشو، عصام عدوى، عصام مرة أخرى لكن كرة بعيدة عليه. ضربة خطأ لفائدة منتخب الموزمبيق، كان هذا اللاعب جمال أيت بن يدر هو اللي كان كيبحث على الهدف الرابع. سعيد
وتغيير اخر في صفوف المنتخب الوطني، خروج عمر القادوري ودخول عبد العزيز برادا لاعب الجزيره الاماراتي، وهو اللاعب الوحيد الذي يمارس بالخليج. تقريبا معترك ديال المنتخب الوطني وانطلاقا في هجمه للمنتخب الوطني. زعر تمريره ولكن تدخل الدفاع، لانه كرات في العمق الان اصبحوا كيعتمدوا اللاعبين ديال المنتخب الوطني في الظهر ديال المدافعين ديال المنتخب الموزمبيق اللي اصبحوا الان كيتقدموا الان لتعزيز الفرص الهجوميه. عبد العزيز برادا تمريرة الجهة اليمنى ممتاز لاعب يونس بن الهندا، تمريرة والدفاع يبعد الكرة في التماس. الهندا مع الأسف أصبح كيعيش ظروف صعيبة الآن مع فريقه دينامو كييف الأوكراني بسبب الأوضاع اللي كتعيشها أوكرانيا الآن. الكرة لمنتخب موزمبيق انطلاقا الان عبد العزيز برادا، برادا تمريره برجل يسرى في اتجاه اللاعب عاطف شحشو، عاطف كيحتفظ بالكره ديالو، عاطف شحشو الى جنب مواطن باكوستا بفريق سيفاسبور التركي. صحيح ان داكوستا عنده تجربه اكبر، لعب لانديه في بطولات كبيره كايطاليا كانجلترا مع شحشوح، فكانت عنده ايضا كانت عنده تجربه واحده كانت في بلغاريا سيده، ولكن فوق المرمى كانت عنده تجربه واحده في بلغاريا كانت ناجحه. اللاعب يوسف العربي لمس الفوق مسافة فوق المرمى أقل من 8 دقائق على نهاية هذه المباراة. إذن 3-0 لفريق المنتخب الوطني. عدوى الآن يخرج ويترك مكانه للاعب محمد بن رابح لاعب الوداد. من جوج ديال اللاعبين الآن من فريق الوداد البيضاوي على أرضية الملعب. مجموعة من اللاعبين من البطولة الوطنية تمت المناداة عليهم بهذا التجمع الأبدي تاع شباب الزاكي، منهم من يتواجد الآن مع النخبة الوطنية ومنهم من سيلتحق يوم الاثنين فريق الجيش الملكي. هناك الحارس أنس الزنيتي، هناك أيضا رحيم شاكير كيتواجد الان في البرتغال مع المنتخب الوطني. السيدة ولكن بعيدة على المرمى بجانب اللاعب داريو، ست دقائق بناء على نهاية المباراة. دائما المنتخب الوطني متقدم 3-0، نتيجة كتعكس إلى حد ما الوجه الحقيقي ديال هذه المباراة، كتكرس التفوق ديال العناصر الوطنية في معظم أطوار هذه المباراة خاصة في الجولة الأولى منها. داكوستا كيبعد الكرة لكن كترجع عند لاعبي المنتخب موزمبيق. داكوستا مرة أخرى تعثر لاعب داكوستا في الوقت اللي كان بإمكانه إبعاد هذه الكرة، إنما الزعر هنا كيدخل بكل صرامة كيسترجع هذه الكرة ولكن كتضيع على اللاعب العربي. الكرة في الجهة اليسرى الآن لفائدة اللاعب مانويل. عبد العزيز العربي كيدخل كيسترجع هذه الكرة
وعبدالعزيز برادة تمريرة ولكن ما كتمرش الكرة من اللاعب يوسف العربي. أشرف زار في 1992 لاعب باليرمو اللي التحق هذه السنة بالقسم الأول في إيطاليا، مواليد مدينة دار البيضاء، لعب مع صغار الرجاء البيضاوي قبل التحق بإيطاليا جنسيتين. ننتقل الآن في صوف منتخب الموزمبيق على مستوى حراسة المرمى. فاندو جوستينو هو اللي كيدخل الآن. كريم فبروش كيبعد الكرة في الجهة اليمنى، عاطف شحشو تبدا منه الكرة، سخرت الدفاع كيسترجع هذه الكرة مهدي بن عطية. العزيز برادة انطلاق الآن في هجمة لفريق المنتخب الوطني. عبد العزيز برادة التمريرة ولكن كانت قراءة جيدة من أبرز عنصر في التشكيلة ديال المنتخب الموزمبيق اللي هو اللاعب داريو قلب الدفاع. شحشو كاينش لاعبين موزمبيقيين بارزين على الصعيد الدولي والصعيد الأوروبي، فحتى اللاعبين المتواجدين في أوروبا فكيلعبوا في أندية مغمورة في تركيا. عبد العزيز برادة فرصة والهدف الرابع، هدف الرابع قلت في أندية برتغالية عفوا، هدف الرابع لفريق المنتخب الوطني والمسجل هو اللاعب يوسف العربي. ضربة رأسية هذا حارس المرمى كيشتم الدخول ديالو لاستقباله الهدف. تلاحظون هناك تمريرة من عبد العزيز برادة وفي استقبال يوسف العربي والكرة في الشباك. 4-0 لفائدة المنتخب الوطني. صحيح أن النتيجة جيدة بالنسبة للمنتخب الوطني بالنسبة للمعنويات ديال اللاعبين، لكن المهم هي المستوى ديال الانسجام والتآلف اللي ظهر بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني على الرغم من اختلافات كبيرة في الأندية من مستويات الجميع. العربي الآن كيخرج مسجل هدفين. دخول برقديش زكريا برقديش لاعب بلد الوليد عقل دقيقتين على هذه المباراة. دائما منتخب الوطني متقدم 4-0 الآن صبحت النتيجة. منتخب موزمبيق من الجهة اليمنى محاولة للتوغل، عودة ديال المدافعين ديال المنتخب الوطني، ومع ذلك نجح المنتخب ديال موزمبيق في تمرير الكرة. فرصة والهدف، الهدف ماذا يقول الحكم؟ هدف مرفوض لأنه كان هناك تسلل، لكن كان هناك بناء هجومي جميل لمنتخب الموزمبيق. كلاعب أبسون في وضعية تسلل، نتابع مرة أخرى التوغل. كان في وضعية تسلل صحيح. فرصة للمنتخب الوطني عند شحشوح، شحشوح كيمشي وكيمرر ولكن المدافع، كانت فكرة جيدة من اللاعب شحشوح. سجل حالات تسلل كثيرة من الجانبين. كرة مع منتخب الموزمبيق
لأكيد أنه هو أيضا على الرغم من الهزيمة دياله فهو أخذ دروس كثيرة من هذه المباراة. ثلاثة دقائق وقت بدل ضائع. يونس بالهندة، يونس يمرر للجهة اليسرى لأنه شحشوح كان في وضعية تسلل. برقديش تمريره والهدف، لا بعيدة كانت التمريرة، وذكرنا اللاعب برقديش بالتمريرات اللي كان يقوم بهم مع فريقه وقام بمباريات كبيرة هذا الموسم خاصة أمام فرق كبيرة كريال مدريد. كانت هذه الفرصة أمام اللاعب عبد العزيز برادة. شد مرة أخرى فرصة، ما كانش تسلل. برقديش 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 والهدف الرابع، لا كيضيع بغرابة الهدف الرابع. المنتخب الوطني كان ممكن لاعب برقديش يسجل، كان ممكن عبد العزيز برادة، كان لاعب شحشوح لو كان كيضيع الهدف الخامس، عفوا الهدف الخامس على المنتخب الوطني. مرة أخرى يعني انهيار، يمكن نقولوا انهيار ديال الدفاع ديال المنتخب الموزمبيق في هذه الأثناء، يعني كيلعبوا اللاعبين ديال المنتخب الوطني كما بغاو. كيرجع الكرة لاعب بالهندة عند برقديش، برقديش شوية كرة صعيبة شوية كتضيع، إنما كترجع عند اللاعب الأزعر، كيرجع للجهة اليسرى عند عبد العزيز برادة بالهندة. برقديش ممتازة بالهندة، كيدخل بالهندة كيحصل بالكرة ديالو، كيهيئ كرة للاعب برقديش، برقديش كيسدد والدفاع كيبعد الكرة، تماس لفائدة المنتخب الوطني. هذا هو اللاعب عاطف شحشوح، دخول موفق، ما كاينش ضربة جزاء، وعاطف شحشوح ربما كان بإمكانه يسجل الهدف الخامس والثاني ديالو في هذه المباراة. زكريا برقديش ضربة خطأ يقول الحكم للمنتخب الوطني، التوالي الأخيرة من عمر هذه المباراة. المنتخب الوطني متقدم بأربعة أهداف للصفر في هذه المباراة الودية الأولى رفقة السيد بدو الزكي. ستليها مباراة ودية أخرى في 28 من الشهر القادم أمام فريق يمثله هو أيضا تقريبا نفس المدرسة، المدرسة البرتغالية، المنتخب الأنغولي. فإن كان المنتخب الأنغولي أكثر تمرس وأكثر تجربة، وقد تكون مباراة أمام منتخب أنغولا أفيد. على كل ستتاح المزيد من الفرص بالنسبة للمنتخب الوطني والمدرب بدو الزكي للبحث عن المزيد من التأقلم بين العناصر ديال المنتخب الوطني. ومباراة الثالثة الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني ستكون أمام روسيا في السادس من الشهر القادم. إذا نهاية المباراة مشاهدينا الكرام بفوز مستحق وكبير للمنتخب الوطني، نتمنى أن يكون بداية خير بالنسبة للمنتخب الوطني. أربعة ديال الأهداف لصفر، نتمنى أن يستمر المنتخب الوطني بهذه الوتيرة وديا ورسميا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، ستلتقون مع المباراة الودية الأخرى مباشرة من ملعب ساو لويس في 28 من هذا الشهر أمام منتخب أنغولا على قناة الأولى. شكرا لكم مرة أخرى لحضرت، وتلتقون مع الزميل عبد الحي البقالي في الأخبار الرئيسية. إلى اللقاء.